أنا أنا أسعد اعتزلت تزلت خلاص. ليش لا بكير بعد؟ لا بس صوتك حلو اللي عم تغنين على التون. اها شفتكيش. أنا يعني بعدهم أصحابي الكل، بعدين أنا ما كنت يعني، هي ما كانت علاقة غرامية، هي كانت مجرد صداقة. صداقة. وتميزنا إنه أنا وياه كنا دائما مع بعض ومتفقين مع إنه نتخانق كثير. صحيح. بس بعدني على علاقة، يعني بعدني على اتصال وياه، بعدني أسأل عنه ويسأل عني حلو. وأسأل عن الأغلبية لو سمحت لي الفرصة، يعني بما إنه اختفوا. أنا يعني بعد أنا آخر مرة تقريبا شفت الأغلب منه، يعني الأغلب هو بوفاة صديقي الله يرحمه رامي. رام شمالي، صحيح. تحية لروحه اليوم، إيه تحية له، تحية لوالدته الله يصبرها يا رب. صحيح. على فكرة يوم 8/7 كان ذكرى ذكرى وفاته لرامي. مزبوط. فالله يصبر اهله. بس فاقول لك انه يعني هذه كانت اخر مره اشوفهم تقريبا. بس محمد رمضان رجعت شفته مره ثانيه، نصيف ارجع اشوفه دائما، وبدريه نعم. ريان بس باقي لا صراحه ما صار كثير ما شفتهم ولا اعرف عنهم شيء. وطبعا الشباب الخليجيين اللي كانوا أكيد. معي عايشين يوم سلطان، هذول دائما على اتصال. نعم. رح نكمل نحكي عن ستار اكاديمي والتجربه الحلوه وناخذ اتصال. الو الو، تفضلي، مين معي؟ بخير. مساء النور. كيف حالك تقريبا؟ الحمد لله. مين معك؟ بيلسان منصور من ناصر. بيلسان، تفضلي يا بيلسان. ممكن احكي مع رفوق؟ اكيد. شفتي؟ الو، ما شاء الله. اهلا، كيف حالك رحوم حبيبتي؟ الحمد لله، الله يسلمك حبيبتي، الله يخليك. كل سنة وانت سالمة ورمضان كريم علينا وعليك إن شاء الله. الله يسلمك ويخليك وعليكم يا انت ملكة الإحساس يا حبيبتي. شكرا. صوتك بفوت على القلب وبدنا نسكر عليه. يا عمري انت. حبيبتي احنا من يوم يامات سوبر ستار ستار اكاديمي حبينا صوتك كثير. ستار اكاديمي، تسلمي تسلمي حياتي. لا ما انا فعلا انا اشتركت قبل ستار اكاديمي سوبر ستار. برافو، متابعة اخبارك. برافو. ايوه طبعا. برافو بيلسانو، رائعة. انا متابعتك كثير كثير منيح. بس ممكن حبيبي ممكن نسمع للوالد اغنية مجرد كلام او مرة ومرة اذا ان شاء الله. يلا ان شاء الله بعيني حبيبتي. حبيبتي رحمة، ان شاء الله تستاهلي كل خير. انت صاحبة القلب الطيب. تسلمي يا عمري، شكرا. الله يسلمك وتعرفي شو معنى صديق. حلو. تسلم تسلمي حياتي، الله يخليكي. اذا سمحت الفنانة رحمي، في اغنية غناها الوالد للوالدة كثير 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 حلوة، غنتيها انت ايام الاكاديمي. يلا هلا بنتذكرها وبنشوف. وحلو من صوتك ان شاء الله. احلى واحلى لجوز غصوص. ان شاء الله بعيني. وايش ثاني؟ طولت عليكم كثير. لا على دعمك لمحمد عساف يا حبيبي، هذا يستاهل كل دعمك. شكرا شكرا كثير كثير لك حبيبتي، انت يستاهل، ما بدي كثير ويستاهل اكثر. ما في لك زياره على الاردن شيء؟ والله ايه ان شاء الله، مبلا مبلا على ود الراحة بعد العيد ان شاء الله. بعد العيد حفلة ايش عشان نجي نحضرها ونشوف هالود يمكن الحلو. يا حبيبي انت ان شاء الله. والله هو في يعني جاني كم اتصال عشان حفلة بالاردن، بس بعد قاعدة اتفق وياهم ان شاء الله خير. هي بدها تتابع برنامجي، ولانه اخبار رحمه رح توصلني، وكل مره في شيء انا رح بقول ان شاء الله. شكر لكم. ان شاء الله. اهلا وسهلا. شكر الله معك. باي باي يا بيلا. باي باي. باي باي. فاذا في عندنا كمان الورد الحمراء بتقول مساء الورود رحوم، منوره يا قمر، وحشتينا واحنا بالعراق منتظرينك، لازم تنورينا. وبدي اهدي غنيه بمناسبه نجاحي على ذقاج شهد.
شهد. شهد شهد طبعا الوردة الحمراء شهد، لما رحت حفلة في بغداد التقيت فيها والتقيت بها بلبنان، فأوجه لها تحية من عبر إذاعتكم وأكيد لكل الفانز الصادق والدائما يعني كيف حريص أنه يكون موجود بكل مقابلاتي. نعم. وتحياتي للمدام اللي اتصلت هسه. أه. وشكرا على الكلام الحلو. حلو نغمة. ما شفتي لما تسمعين هالكلام الحلو ما يحتاج أنك تغرمين. أها. لأنه مهما كان هو ما رح يكون صادق قد الجمهور اللي يحبش من كل قلبه. حلو. ومرايد منك شعر أنه بس أنه تعطيه شيء هو يحبه. حلو. أنه يحب يسمعك كفنانة ويشوفك ناجحة. حلو. وما أعتقد في شخص يحب يشوفك ناجحة يعني الفان. في من اللي عم بتقولي عنه للأسف أنه هيك. للأسف شو؟ للأسف أنه هيك. ايه صح شفتي. نغم رحمة، نغم مسمي حالها كمان رحمة، بتقول مساءو ست تغريد بليز سلمي لنا على رحوم حبيبة الكل واحكي لها منحبها لآخر يوم بحياتنا. اوه سهلة. تحياتي نغم، تحياتي لنغم عسولة. نغم ثانك يو يا عمري. حلو. نغم كمان من فانزاتي المميزين. مزبوط. ووردة وروابي وفران. مزبوط مزبوط. في كمان ان شاء الله ما اكون نسيت احد. ما نسيت على كل يلي عم بيحكوا عم بيبعتوا طبعا اللي مش عم بيقدروا، هم كانوا حابين كتير رحمة ما بتصدق يعني، طلبوا رقم التليفون ما بتصدق قد ايه. بس ايه صحيح، بس الظاهر قالوا لي مش سهل انهم هن يحكونا، صعب كتير. صعب كتير. حلو. على كل حال انا قلت لهم نتواصل مع سوا عن الفيسبوك، هنا عم يسمعونا وانا فيني اقرا لك يلي كانه عم بيحكوك يعني، يعني مش بعيده عنهم كانك قريبه منهم. نعم شو يلا قولي شو الاسئله. حلوه. عم بتحضري قلبه من جديد. قلنا انه رح يكون في كل مره غنيه من اغاني الوالد، بدنا نسمع شيء طلبت بيلسان، ما بدنا نفشلها ولا شو رايك؟ اي ليش لا، اكيد طلبت شيء للوالد ولا جورج وسوف لمين بدك شو بتختاري؟ يلا اختار للاكيد لبابا. يلا عجيب الليالي غير الزمان يخلي الحبايب كل واحد مكان، عجيب الليالي غريب الزمان يخلي الحبايب كل واحد مكان، يا ريتك تجيني ويردني الحنان، يا ريتك تجيني ويردني الحنان، قلت لي انتهينا كلام ومشيت مجرد كلام، حكيت ومشيت حبيبي حرام على الحب جنيت، قلت لي انتهينا كلام ومشيت. حلا الله الله عليك يا الله. في في عندك كمان بعد الرسائل يلي وصلتنا. لينا محمد بتقول مساء الخير احلى رحوم، كل عام وانت بالف خير يا عمري بحبك. انت بالف خير يا حياتي وهي بالف خير وانت بالف خير يا رينا. لينا. وشيرين سليمان بتقول يسعد مساك ست تغريد، كل عام وانتم بخير وتحياتي لك وللجميع ولا اكيد لرحمه بتحييكي. تحياتي لك. اهلا بشيرين. الورد الحمراء بتقول حبيبتي رحوم والله منحبك موت واحنا دائما معك للاخر ولازم تنورينا ببغداد وبدي تهدينا غنيه على ذوقك رحوم. احنا قدمنا بفكر الورده سمعت
سمعت الغنية. نعم. وعم في سعيد يوسف بيقول يا ريت تزورينا على الناصرة، بنتشرف فيك يا رحمة. يا ريت، أتمنى يعني. يا الله صحيح، والله العظيم أقسم بالله يعني كنت أتمنى أزور بلدي أول ما طلعت من السعودية، زرته والحمد لله. البلد الثاني اللي هو يعني تعرفين لما إذا دخلت هيك راح أنصدم وأتخيل فعلا إنه أنا بيه هو فلسطين. يا الله. فبأريتي يعني أتمنى لو في دعوة تقدمت لي، لو في حفل، لو أنا يعني حوافق من غير أي تردد. إن شاء الله. إن شاء الله. يلي عم يسمعنا حدا هيك يقول بدنا نجيب هلا رحمة لعنا، في أحلى من هيك؟ أنت تكونين أول حضور لو سمحتي. أكيد. يعني تخيل إنه 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 يعني أنا بدي أكون أول واحدة قاعدة. أكيد. بدك تنوريني بالاستوديو كمان وبعدين إن شاء الله نشوف يعني من شارك. إن شاء الله.